فاليوم الحمد لله كاين عندنا واحد الحدث ديال غندرسوا فيه مشروع المرسوم الجديد للميثاق الوطني الجديد للاستثمار بجهه الدار البيضاء للسطات، وبالنسبه للشركات الصغرى والمتوسطه كيفاش كتقدر تكون عندها امكانيات للولوج وكيفاش تقدر تستفد من هذا الميثاق الوطني الجديد للاستثمار اونيفو بالنسبه لجهه الدار البيضاء للسطات. بالنسبه لدور الرابطه فهو دور ديال المواكبه، مواكبة الشركات الصغرى المتوسطة المقاولين الذاتيين التعاونيات هذا. وبالنسبة لي نحن أونيفو دي لاليونس ناسيونال، وأننا كنشوف توسكي كنشوف أي حاجة عندها علاقة بالمقاولة من ناحية التعريف بالامكانيات ديال المقاوله، كيفاش يقدروا يستافدوا الناس في جميع الامور اللي كتكم المقاوله بالنسبه لجهه الدار البيضاء للسطات. فحاليا حنا خدامين على دي بروغرام برامج للمواكبه للشركات الصغرى والمتوسطه حتى المقاولين الذاتيين باش يستافدوا من الخبره ديال لاليونس ناسيون ديال الرابطه الوطنيه للمقاولين الشباب.